صباح الخير عليكم الاولاد، ان شاء الله راكم ملاح ودور بوبين يا صاحبي. اليوم ثاني نهار شباب، الحمد لله بحث في رياضه مليحه، 3 ايام شمس، السما صافيه، برد ما كاش، برد غير في الليل طبعا. الله اليوم هاي وين رقدت، هاي شومبرا كوشي، راني في روتردام. اون فما رانيش في لافيل بيان سور، ما تقدرش دير، ما تلقاش بلايص كيما هكذا في لافيل، راني بعيد عليها بواحد 10 كيلومتر. دونك نطلع روتردام اليوم، ما ندورش بزاف اليوم، نطلع روتردام برك. هاي وراني جبتها هنايا، رقدت بيان كاع، نطلع 10 ملعية عشان برا كلشي. اليوم ما نبيدانيش بزاف، نطلع نفطر، نطلع 10 راهي 12، دونك نطلع نفطر ان شاء الله، نريح شويه، نشارجي الباتري، نشارجي التليفون، نشارجي لي باور بانك تاعي، من بعد نطلع لروتردام، نديرو دورة في لافي تاع روتردام، دورة خفيفة حتى الخمسة هكذاك، على الخمسة نخرج من روتردام، نمشي كازو سوايع ولا ونحبس، باش نبدل طريق، باسكو ما نقدرش نريح نهار كامل في روتردام، باسكو جيت لها ما عندي ما ندير فيها. تسمى شغل جات على الطريق اللي جيت ليها، سينون ما نجيش ليها اصلا. كنت باغي نطلع امستردام مي الوقت ما يكفينيش للاسف، لازم ندخل لباري هكذا اللي جاب. دوك نايم لابورت، نايم كلشي، نطلع روتردام، نطلع نفطر بعد نروح روتردام. مكان هايل، ايوا هاتو تاني وري. أنا خرجت، راني مقلع إن شاء الله أمستردام، ليكم الهندسة المعمارية تاع البنيان الهولندي، ما شاء الله قسما بالله عندهم واحد البنيان غير روعة، ياك باتيمات، بون صغير، الماء، والباتيمات تاعهم كامل شابين، ماشي كيما فرنسا موسخين كاع، كامل الباتيمات شابين. شوف الطريق منظمة، الله الله، راني رايح لروتردام. قلت لكم عبيد عليا 10 كيلومتر، شو الوسع بين لا بيست سيكلابل والطريق تاع الطوموبيلات كاين الغازون، شو الوسع يعني تمشي وما تخافش، يعني ما تكسرش قارصك، الدنيا قا خضر عليك، الله الروعة. هاي نروحو روتردام ان شاء الله، بسم الله. هاي ليك، خليكم تشوفوا شو تشوفوا شوية الهندسة الهولندية، ولا عروة عليك، روعة. هاو الشيخ جي بي اس، بلع فمك يرحم بابك، خليني نستمتع. هاو الإفريقي، بما أني أنا في الطريق بس نعطيكم معلومة على ميناء روتردام. ميناء روتردام يعني هو الكبير في اوروبا، يعني اكبر ميناء في اوروبا هو ميناء روتردام. يعني ماشي تاع لي فواياجور، تاع السلعه تاع مارشانديز، يعني هو الكبير كاع في اوروبا، هذا كبير كبير، هذا البور تاعهم، لي كونتينر تاع اوروبا كاع يجوا لهنا، وكبير بزاف، ماشي تاع اوروبا كاع يجوا لهنا، مي هذا هو الكبير، بور كوميرسيال نيميرو 1 اوروبا، هذا هو ميناء روتردام، وكبير يعني ما يخلصش يا محينك، فيه واحد 10 كيلومتر، وفيه لي كونتينر، ما نحكيلكمش لي كونتينر، ما يبانوش مليح من هنا، لي كونتينر اللي فيه معلوم بهم غير ربي، يعني ما يخلصوش يا صاحبي. هذه معلومة، كي راني رايح في طريق منا، وهاي ليك روتردام، هم ليك لي باتيمون بداو يبانو، ما بقاليش بزاف ونص إن شاء الله. هاي رول بابا رول في الطريقة، مخصص للبيسكليت. الوصول الى روتردام، دبابة الباخرة روتردام الجميلة، يا ما شاء الله هاد لافي شحال شابة، ندخلو السونتر فيل من قلب المدينة ان شاء الله. فوالا
باخير رايح. يا ربي الجو ما يتقلبش برك هذا مكان، لانه الجو راه هايل. سويا الى المدينه ان شاء الله. بالكم باللي كاين، نسيت باش نقول لكم، كاين تونيل ندخل منه تحت الارض هكذا تحت الماء، يمشي التونيل هذا حتى له تاع الفيلاوات. كاين تونيل تحت الماء تاع الفيلاوات يدي حتى وسط المدينه. هاي نكتشفوا معايا. هاد الزوج هادو جاو من الانجليز، هادو زوج بنات جاو من الانجليز بالفيلو. كاين تونيل نكتشفوا مع بعض يدي حتى المدينه اللي وسط المدينه. غيروا ليه ندخلوا تحت الارض. هاو الهبطه تاع التونيل، سبحان الله خمو كلش هاد الهولنديين يا صاحبي. الفيلو دايرين لو تونيل، قريب طحت حي، قريب رحت. شو شحال الغرق. ايوي ليك شحال شباب، سبحان الله ليك التونيل خمو كلش هاد الهولنديين يا رب. شوف عطاوكم، شوف داروا كاع الامكانيات باش الناس تستعمل الفيلو اكثر من السياره، في الاخير نجحوا ليك تونيل. واش دير بالسياره في هولندا؟ هاو ليك تونيل، شوف اش داير تحت الماء ولا اروع. داروا كاع الامكانيات باش تمشي اليز بالفيلو. شوف الناس قاعده تخدم بالفيلو، التونيل ما شاء الله ما فيه لا دودانه لا حفره لا والو والو والو. شوف خموا كلش، سهلوا لهم الامور باش يستعملوا الفيلو اكثر من السياره. الضوم نور. راني نصور بالفيلو، ما كان حتى حفره، الدنيا ناشطه والكاميرات في السماء. كاين شويه اهتزاز بيان سور باسكو راني بالفيلو، مي بون بصح الطريق شوف كيفاش داير. ها مورايا واو قدامي. ايوي خدموا بلادهم خدموا. روعة هاي الكاميرا في السما شتا لي سيت سيكور هادي. تيماجيني رانا تحت الماء هايا فوقنا راهو البحر. لو كان يتشق التينال غير شوية روحنا كاع. هاي لاسونسور تاع الفيلو ثاني باش طلع لفوق. هاي سيدي الو. هاي سيدي هانا خرجنا، هاي اللي فين كنا ليليا. ايوا هنا قطعنا البحر فوالا. ها خرجنا هنايا دوكا ندخلو لقلب المدينة ان شاء الله، قلب مدينة روتردام ان شاء الله. هيا روحي. رائعة رائعة هذه المدينة والله، حتى البنيان تاعها تحفة معمارية الله يبارك. واسعة ما شاء الله. راك تشوفوا هذا البون، هذا البون هذا يعقب فيه تراموي والسيارات والراجلين ولي فيلو باش نروحوا لوسط المدينة للقلب تاع روتردام. فوالا
دوكا نروحو للقلب تاع روتردام ونهيها بعد البوان هذا، لانها مقسومه على زوج. روتردام فيها السونتر فيل من هي، وهذا الجهه هذه اللي راني فيها في وسطهم كاين الواد اللي يدي للبحر طبعا. دوا البون اللي نتكلم عليهم نقول لكم عليه، يمشوا فيه اللي يديلو سكوتر سيارات ترامواي والراجلين. فوالا واو الواد اللي يفصل بين العاصمة سونتر فيلو والجهة الأخرى. ايوا ولا اروع ديك الدراجات ولا اروع. تحس كندا ولا امريكا، البنيه نتاعها نظافه ديسباسيتو. شوف ديكاتلون ياك الاولاد. امستردام كبيره، روتردام انا قلت لكم امستردام كبيره بزاف، وشحال نعيا نصور ما نكملهاش يعني. مدينه الله يبارك، كما قلت لكم هي ثاني اكبر مدينه في هولندا، وفيها بور كبير، اكبر ميناء في اوروبا يعني، هي كبيره بزاف. باش نصورها لكم قاعيتيك يعني لازم واحد ساعه ونص فيديو، قد ما نصور لكم قليل، نصور لكم غير شويه باش نكملوا الرحله ان شاء الله، باش تدوا نظره خفيفه. والله غير شابه مليحه بالبزاف امس روتردام، روعه والله غير روعه، تستاهل تجيو تريحوا فيها يومين. فوالا ما شاء الله. هذا الفيديو برعايه الدبابه اللي عليه شميسه ما شاء الله. الشبيبه انا راني خارج من روتردام، لازم نخرج باش نلقى وين نبات الليله. المهم شفتوا مقاطع خفاف ظرف من السونتر فيل تاع امستردام، ولكن راني صورت فيديو في امستردام في حوالي 10 دقائق، صورت فيلم سبيسيال غير على امستردام. الصور هذا اللي في فيديو اللي شفتوها في امستردام كانت خفيفه ظريفه يعني، ما شفتوش كلش، ولكن فيه فيديو اخر نحطوه لكم غدوة ان شاء الله. شوفوا كاع امستردام يعني بعقلكم. هكا دوكا نروح نشوفوا وين نباتوا، راني خارج من امستردام تاع روتردام. واش راني نقول انا امستردام امستردام تاع روتردام، راني خارج من روتردام، لازم نخرج على الاقل 15 كيلومتر باش نلقى غابة نرود فيها، وغدوة ان شاء الله نكمل طريقي بيان سور. هاي هاني رايح، هاني في الخرجة تاع روتردام تعشيت هذا، وين عند واحد الاخ يماني ما شاء الله، شارجيت التليفون الباور بانك واني رايح دوقا دوقا. تحياتي لخوتي المغاربه اللي تعرفت عليهم في الطريق. هكذا كاين بزاف مغاربه كما تعرفوا في هولندا. هيا رولي نروحو نشوفو كاش غابه وين ننصبو الخيمه ان شاء الله. شومبراكوشي هيا من بعد. واش الاولاد راهي عجبتكم الرحله اللي حد الان؟ مليحه ما شاء الله، الله ما شاء الله يا شيخ روعه. هلو الله غير نعمه والله. هولندا يا الله العظيم غير متعه يعني بدون تعليق. لي حد الان لو كان ماشي الريح تاع ديك الخطره يعني ما كانش كاع مشاكل يعني، تعيش هاني في هولندا. ايوا ان شاء الله ان شاء الله قاع تجوا تزوروها وديروا دوره بالفيلو فيها ان شاء الله يا ربي. انا مازالني هاي في الطرقات حاوس ونحوس وين نبات قبل ما تغرب الشمس. الله غير مناظر
حتى البنيان تاعها حلو هايل ما شاء الله. البنيان تاعها طرقات ما نحكي لكم شراكو شتو بعينيكم. هاي نتلاقاو في كاش غابة ولا شوفوا وين نباتوا. شبيب انا نقول لكم قول اخر، انا لقيت هذه البلاصة هذه نقف فيها الليلة. فوالا بلاصة شابة جاية مسطورة وماهيش بعيدة على طريقي من هنا هكذا. بون نقول لكم ليلة سعيدة قول اخر. نشوفكم غدوة ان شاء الله في طريق بريدة بغيدة ماشي بليدة بغيدة هكذا. نوريكم شنو مراكوشي وين راني نغصبها. مازال 20 مينوت اذن المغرب انا وجدت روحي باش ندخل هكذا. ما شفنا حتى واحد فوالا. ما نبغيش انا الناس يشوفوني وراني مكومبي سينو ما نرقدش اليز. لازم كي نرقد في بلاصه حتى واحد ما يكون على بالو بلاني راقد تما. هاي وراني راقد هاي وراني راقد راني هنا صبا هنا. راني نهضر بالعقل باسكو منا كاين السكان راك فاهم. مانيش باغي يسمعوني بلي راني هنا. هذا مكان. هيا ليلة سعيدة نشوفوكم غدوة ان شاء الله. في البراري. السلام عليكم.